بقياده امنيه نسائيه انطلقت في مصر حمله امنيه لمكافحه جرائم العنف ضد المراه مدارس الاناث كانت منطلقا للحمله التي مثلت اول ظهور للشرطه النسائيه المكلفه بتامين طالبات المدارس من التعرض لمظاهر التحرش إحنا الصبح بننزل على أماكن دخول الطالبات في أي مدرسة في أي مكان على مستوى محافظة القاهرة. ما بين الدخول والخروج بنتوجه بقى الأماكن اللي ممكن يبقى فيها تجمعات. حملة وإن بدأت بإمكانات محدودة في بعض مناطق القاهرة إلا أن شعوراً بالأمان لدى الفتيات بدأ معها ولو بشكل نسبي. فكثير منهن سبق أن تعرض لأشكال مختلفة من التحرش في ظل غياب أمني عن الشارع المصري خلال الفترة السابقة يا ريت يكون حملات الأمنية ديت مش يوم أو يومين إن الموضوع يستمر نبقى بجد حاسين بالأمن والأمان على طول الحملات دي أهم حاجة فيها اللي على الأقل مش هتحسسنا إن إحنا قلقانين وإحنا خارجين وداخلين المدرسة خصوصا إن إحنا مدرسة بنات بس وكل المدارس اللي حوالينا معظمها أولاد هذه بداية حملات أمنية يومية لمواجهة المتحرشين لكن العدد المحدود لقوات مكافحه هذا النوع من الجرائم قد لا يكفي للقضاء على هذه الظاهره التي انتشرت في السنوات الاخيره. ولهذا يستعد هؤلاء الناشطون لتكثيف انتشارهم قبيل عيد الاضحى لحمايه السيدات، فالاعياد والمناسبات ذات التجمعات الكثيفه باتت بيئه خصبه لوقائع التحرش. لازم كمان يكون البنت تشتغل على نفسها. ان هي نازله من البيت ما تبقاش خايفه ما تبقاش قلقانه ما بتديش طاقه اللي حواليها ان هي ممكن اي حد يتحرش بيها ممكن إن هي وتروح ساكته فهنحاول نعمل الخطابات اللازمه علشان نوجه الخطاب السلس للشباب او للاطفال خط زحمك اكشن عند القصه اما الفن الشبابي فقد وجه رساله عتاب قاسيه للمجتمع لتقاعسه عن التصدي لهذه الظاهره هو يبقى ايه هو ايه ما فيش <applause> ابعد عني عايز أحمد مهران سكاي نيوز عربية القاهرة ينضم إلينا من القاهرة منسق حملة شفت تحرش أو شفتي تحرش فتحي فريد صباح الخير أستاذ فتحي بداية هذه الحملات للشرطة النسائية هل يمكن أن تساعد على حل مشكلة التحرش في مصر؟ صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين في البدايه نؤكد على ان التحرش الجنسي ليس ظاهره بل جريمه يعاقب عليها القانون المصري الان حملات الشرطه النسائيه غير كافيه هي خطوه مهمه وجيده لكنها ليست على المسار الصحيح كما ذكر التقرير ان هناك عجز في تعداد القوات من الضابطات النسويات داخل هذه الادارات، بالاضافه الى عدم تواجدها في عموم اقسام الشرطه ومديريات الامن في نطاق الجمهوريه، هي حملات تطلقها مديريه الامن على ابرز الاماكن او المدارس التي تتلقى عنها بلاغات عن وجود مضايقات للفتيات اثناء ذهابهن وخروجهن من المدارس، لكن هناك عوامل اخرى لم ترعاها تلك الاداره، اولا ان تكون الضابطات مؤهلات وعلى درايه بسمات النوع الاجتماعي وعلى الادبيات العالميه للمساواه بين الجنسين عليهم ان يكون لديهم خطاب توعوي الى الاسره التي تحرم النساء والفتيات من الابلاغ وتعنفهن ان ذهبنا للابلاغ بحجه الوصمه المجتمعيه تلك الاداره منذ عده ايام قبيل بدء عيد الاضحى خرج علينا المدير العام لها وهو اللواء ايهاب مخلوف مدير اداره متابعه لوه إيهاب مخلوف من شرطة مكافحة العنف ضد المرأة وحمل النساء والفتيات مسؤولية تعرضهن للتحرش حيث قال على الفتيات عد الابتعاد عن اللبس الصارخ الذي يثير حماس الشباب تلك هي العقلية التي تدير هذه حماس الشباب يعتبروا يعني نوع من الحماس يعني التحرش يعتبر ملابس النساء هي التي تستدعي المتحرشين هذا ليس إلا عنف ثقافي يمارسه مسؤول تلك الإدارة التي معنية بمناهضة العنف هو بنفسه يمارس عنف ضد النساء ولو ثقافيا ويضع مبررات للمتحرشين طب استاذ فتحي يعني الارقام غير الرسميه تكشف وتتحدث بان هناك 99% من النساء في مصر تعرضن للتحرش ارقام مخيفه جدا استاذ فتحي على الرغم من ان هناك اصدرت قوانين تشدد عقوبه التحرش يعني لماذا هذه الارقام المخيفه هل القانون لا يعمل القانون حتى هذه اللحظه مكبل الايدي النساء يعزفن عن الذهاب للابلاغ لاسباب عديده ابرزها اجتماعيه وهو الوصمه المجتمعيه التي تلاحق الناجيات من العنف حين يذهبن الى الاقسام والابلاغ التعامل الامني غير اللائق مع الناجيات في بعض الاحيان في دوائر واقسام الشرطه هو الاخر سبب في العزوف عن الابلاغ عدم وجود درايه كافيه حول الناجيات وكيفيه التعامل معهم لدى الضباط والافراد غير المؤهلين في التعامل ده كمان بيقلل من البلاغات على الشرطة النسائية أنها تجد أي ألية أخرى لعدم ذهاب النساء للأقسام عليهم أن هم ياخدوا منهم أسئلتهم وأجوبتهم على ظهر العربيات في الشوارع زي بوليس النجدة زمان مش لازم البنت تروح وتتعطل ساعتين وثلاثة ما بين الاسم وما بين النيابة علشان تقول محضر كمان فكرة ثبوت أنها تعرضت للتحرش هو أمر مرهق جدا وغاية في الصعوبة على الفتاة المنتهكة في مصر أن تحضر ذلك المتحرش بالإضافة إلى اثنين شهود عدول وتذهب بهم إلى أقرب مركز للشرطة علشان تبلغ عن الواقع أمر صعب جدا للغاية حتى مع الذكور مش مع الإناث بس اه كمان الدولة إحنا التحرش الجنسي في مصر برز من 2005 تحديدا اه الدولة خدت بالها منه من الشهور القليلة الماضية. كمان ما فيش اراده حقيقيه ولا سياسات عامه لدى كافه المؤسسات للقضاء على الجريمه كل التدابير والاجراءات التي اتخذتها الدوله المصريه مؤخرا في مجال مناهضه العنف الجنسي هي تدابير للتعايش مع الجريمه وليس للقضاء عليها طب يعني افهم منك انه في هناك محاولات سياسيه من اجل التعامل مع هذه لكن الادوات ربما التي تم اختيارها حتى الان ليست هي الادوات المناسبه لاخذ نتيجه فاعله على الارض. اسالك ماذا عن التواجد امام المدارس، هل المدارس فعلا مدارس البنات امامها هي منطقه فعلا خطر وهي هناك يحدث الكثير من التحرش؟ بالفعل جميع المدارس والمعاهد والكليات التي بها كثافه عدديه من النساء هن عرضه للمضايقات ولكافه اشكال العنف الجنسي التي يتعرضن له. لكن كمان عموم النساء والفتيات في في شوارع وميادين مصر العامه وكل الاماكن يتعرضن هن الاخريات لاشكال وممارسات مختلفه من العنف. طيب آه الان آه لا توجد احصاءات حتى انت قلت قبل قليل بأن الموم الظاهره موجوده او الجريمه موجوده من 2005 لكن تم الاهتمام بها في الاشهر الثلاثه، هذا الجهد البسيط واللي يعني آه عليك آه لديك عليه الكثير من التحفظ. ألم يأتي بأي نتيجة؟ ألم يكن هناك أي رادع حتى هذه الأخبار التي يعني تشاع بأنه في جريمة في حبس لم تردع أحدا لم تخفف من هذه الحم... من هذه الظاهرة؟ الرادع يحدث حين يكف المجرمون عن ارتكاب الجرائم. لكن استمرار المجرمون في ارتكاب الجرائم واستمرار السلطه المحليه في القبض وتحرير المحاضر واصدار الاحكام القضائيه عليهم ده ما بيعنيش على الاطلاق انها بتنتهي او في طريقها الحقيقي للقضاء على الجريمه. محتاجين منظومه متكامله من حزم السياسات والتدابير العاجله والفوريه تتعلق بالاعلام وبالتربيه والتعليم وتتعلق بالثقافه وبالاعلام الرسمي للدوله ان تعمل جميعا وليس بشكل موسمي من اجل بث رسائل توعويه تحد من انتشار الجريمه، وعلى صانعي السياسات والقامات الاجتماعيه والمسؤولين التنفيذيين بهذه الدوله الابتعاد عن الافصاح بجمل وعبارات نمطيه تسيء الى النساء وتشعرهن بالامتهان لكرامتهن وتجعل للمتحرشين مبررات يستمرون في ارتكاب جرائمهم. طيب هنا تحدثنا عن الرادع القانوني مم. ودور الدولة. أليس هناك دور للمجتمع المدني للعائلات ألا يجب أن يتحرك أحد آخر غير القانون والدولة طالما أن هذه الظاهرة متفشلة خاصة هذه بأننا نرى بأن الكثير ممن يقوم بالتحرشهم يعني شباب في بعض الأحيان أقل من عمر الثمانية عشرة بالفعل المجتمع المدني هو الذي يحمل على عاتقه منذ البدايه من 2005 وما بعدها العمل الميداني والعمل الضاغط على الانظمه السياسيه المتعاقبه من اجل تضمين مطالب الحركه النسويه بشكل عام وخاصه ملف العنف الجنسي. تقدم المجتمع المدني بعشرات من الاقتراحات حول القانون وحول التدابير العاجله التي تحسن اوضاع النساء والفتيات تقدم باطروحات حول انشاء وحدات متكامله للعنف ضد المراه في دواوين واقسام الشرطه تتشكل من ضابطه مؤهله تتشكل من طبيبه نفسيه بالاضافه الى محقق من النيابه العامه واحد افراد الطب الشرعي بحيث ان الفتاه او المنتهكه حين تذهب للابلاغ تنتهي من كافه الاجراءات في اقل وقت وفي مبنى واحد بدون انها تفضل تروح وتيجي على اكثر من مؤسسه هناك خبرات عديده المجتمع المدني بيحاول ينقلها للدولة أو للمؤسسات المختلفة لكن في النهاية بيعقنا عدم الانصياع أو عدم الاستماع على الأقل نعم. ربما تقدم المقترحات ويحدث مناقشات ومهاترات ولكن الذي يخرج على الملأ أو ما تنفذه الدولة هو ما تراه هي وحسب شكرا جزيلا لك منسق حملة شفتي تحرش فتحي فريد تحدث إلينا من القاهرة